Mario, Ronaldo, 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 e sobre William Carvalho, وصوت فهم غريب, صوت فهم غريب, ما بين الحارس بيرام فانت وسعيد حسين حاج صافي بالرأس, الحكم يعطي مخالفة ضد إيران, حكم البرك كواريشما يوزع لريكاردو كواريشما, كواريشما توزيع آخر, متابعة من رونالد, كواريشما يوزع وهفوة قاتلة من بيرن فاند, غريب تعامل الحارس, كواريشما يوزع والركنية, الركنية يتقدم رونالدو يصاب الركنية. المنتخب الإسباني مشاهدينا الكرام منهزم في هذه الأوقات, اسبانيا الآن تعادل النتيجة, وهذه كرة بالرأس وخطيرة, تركيز التصويب لم تكن بعيدة, هذه الكرة ريزايان كورتو لم تكن بعيدة, الروسي سردار, سردار بكرة خطيرة والحارس, والحارس يصاب روي باتريسيو, يصاب من فايدة ميري للمدرب الرائع فرناندو سانتوس, وإذا رونالدو يعدي بكرة والرايح, الراية الراية على أدريان سيلفا, رايعة من سواريز نيكواريشما فيها جول, لا ركن لا نختير, جان باك شتابع وكيريرو, كيريرو على الطريقة الألمانية لنجم البروسيا, والحكم انذار لكيريرو ومخالفة خطيرة لمنتخب إيران, حاج صافي يمشي جان باكش, جان باكش بالراس, إسبانيا المغرب بعد 36 دقيقة كذلك بالتعادل الإيجابي 1-1, تاميري فايد 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 سردار, ولكن الكرة ما تعدي أمام البرتغال متواصل, رونالدو التصويب سهل عند الحارس بيرام باند, رونالدو ثاني أكبر إمكانية التوزيع وبالراس, كان رونالدو من أجل هدف الصدارة للهدفين, وكرة بعيدة من كواريشما, سردار أزمور رائعة وفي نقطة الجزاء وخرجت والهدف الأول, الهدف الأول, جول جول ريكاردو كواريشما, هدف من أجمل ما يكون للمنتخب البرتغالي في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول, فرحة جماهيرية.